نرحب بضيفنا الدكتور محمد مصطفى، خبير تربوي وايضا مستشار اكاديمي. يا مرحبا وسهلا فيك. مساء النور دكتور، نورتنا. الله يكرمك يا رب، منور باهلها. يا مرحبا وسهلا بك دكتور. بدايه يعني نحن شفنا التقرير وعطينا المقدمه، بعدها يمكن الناس ما تعودت او الطلاب ما تعودوا على ثقافه ان يوم الجمعه هذا يوم دراسي اساسي ملتزمين فيه كالايام العاديه. والله شوفي، هي الفكره هنا هي ثقافه. خلينا نقول انه منطقة الإزاحة أنك أنت التعود العادة بتصبح قانون. صحيح. دايما. وفي عادات بتصبح قوانين، بتبقى خلاص متأصلة مع والإنسان أسير العادة دايما. صحيح. فمدة طويلة ما بين الأجازة القديمة والجديدة أكيد في فترة انتقالية ممكن تفرز على الإفرازات اللي احنا فيها دلوقتي. بس كمان زي ما تعودنا زمان هنتعود على القادم بشوية من الإجراءات وشوية من الترغيب والترهيب والوعي، والأمور دي كلها راح إن شاء الله بإذن الله راح تتربى العادة الجديدة، ويبقى فيه يوم الجمعة يوم عمل دوام زيه زي سائر. معنا في تنبيهات وفي دائما يعني مسجات تكون من خلال المدرسة متوجهة إلى الأهالي أن يوم الجمعة خلوا يعني أولادكم طلاب يحضرون يوم الجمعة. مع هذا اللي قاعدين نشوفه أن الأعداد قاعدة تقل مش قاعدة تزيد للأسف. أنا النهاردة كخبير تربوي وكأب، نعم، وانا كنت قايل لعمر ابني قبل ما اطلع من الله يحفظ لك اياه، لما البي الدعوه بتاعتكم، انه لانه عمر اليوم غايب. يعني اليوم غايب، اليوم غايب. احنا المصداقيه يقول لكم ولدي اليوم ولدي اليوم غايب. عمر اليوم غايب وصديقه حتى اياد جارنا داوم، بس كمان لا نسبه غياب. يبقى اياد انت السبب. فاحنا عايزين نقول ان نشوف الشقين، لو خدنا الكيس دي هنعرف أيوة ايه الاسباب الحقيقه. يعني النهارده اول يوم عمر يغيب. ليه اول يوم عمر يغيب مع انه كان مواظب؟ لانه الاعداد عماله تقل حواليه، فبالتالي يتاثر بالناس، فبالتالي يتاثر بالعقل الجامعي وابتدى يروح في الاتجاه ده. اكيد دي نقطه. فمع انه هو في قراره نفسه محتاج انه هو يروح وكان مواظب، لكن منطقي انه يقول لي طب انا هروح وفي ثلاثة في الصف او خمسة في الصف، شو الفايده؟ شو اللي بستفاده هنا؟ كل زمايلي الشطار بين قوسين غايبين. فهنا كمان لو انك هتحذر انه ده اهمال، لا، ما في ناس منورين وشطار. و اذا الشاطر غايب، الشاطر غايب، يعني النص ونص هذا ايش يسوي؟ هذا يشد من الدريشه ما يقعد على طول. بالضبط. فهي المساله هنا انك انت مش هتقعد تدور على نموذج سلبي حتى تقول له احذر من النموذج السلبي ده، لانه بيأثر على نتائجه في النهايه. لا، انت حتى تشوف النموذج الايجابي قاعد، انت ما تشوف نماذج ايجابيه كمان بتغيب. طيب الاسباب يعني في النهايه احنا غير انه السبب انه مرحله انتقاليه وتغير، وده متعارف عليه ومتفاهمين فيه، لكن احنا كمان لازم نشتغل على الوعي بتاع الطالب. الوعي صح، مهم. نشتغل على الوعي. بلاش يعني صح، في قوانين وفي انظمه وفي لوائح لازم تفرض، ده اكيد، ولازم يكون فيها مش حد ادنى من التطبيق، لا، حد اعلى من التطبيق المفروض. لا، لانه في النهايه ده اللي بيعود النظام التراكمي اللي بينبني مع الولد في المدرسة وبيطلع بيه لحد طول حياته. فبالتالي انت بتربي في نظام، لكن مش الأنظمة واللوائح وبس، الوعي. ايوه، لانه حياخذك كانك يعني تعطيه قانون تمشي عليه. فنحن وصلنا ما شاء الله ان اطفالنا صاروا مثقفين، عندهم ثقافه ووعي اكثر عنا. لازم في طريقه معينه، تكنيك معين نتعامل معاهم عشان يوصلوا له. احسنت. وعلى طاري هالموضوع بعد دكتور ريم، انت قلتي على موضوع ثقافه والتكنيك وكل شيء، وقلنا الاسباب دكتور مثل ما ذكرت انت، وبالفعل الكلام اللي قلته كله صحيح يعني على موضوع اسباب التغيب. اذا رحنا للحلول، انت قلت انه في انظمه وضبط وقوانين صايره وكل شيء، يعني بعض المدارس اليوم قررت اجراء امتحانات للتقييم، خصم جزء من علامات السلوك خصوصا للطلبه المتغيبين يوم الجمعه. صحيح. السؤال يقول هل هذا كافي؟ لا، هذا الجواب اللي احنا يعني اتفقنا ان احنا لازم نشتغل على ثلاث محاور. انا رقم واحد بالنسبه لي الوعي، وعي الطالب بمصلحته، إن غياب الجمعة هو هيأثر عليك بنسبة 20%، لأنه هو 20% من نسبة الحضور أصلاً. وبالتالي مجموع المعارف ومجموع الأمور اللي أنت هتاخدها هتكون منقوصة، وأنت هتقعد تجهد نفسك وتعمل مجهود مضاعف حتى أنك تاخد تحصل زمايلك. المنطقة دي لازم يبقى فيها إرشاد نفسي وأكاديمي وبالمنطق. أولادنا على فكرة لما بيشوفوا مصلحتهم بينفذوا، خاصة منهم الناس اللي هي قاطرات،
يعني انا النهارده لو ما هشتغل على قطرات الـ 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 الصفوف والمدارس اللي هم الناس الواعيه الشاطره اللي حابه مصلحتها اللي بتضاعف مجهودها باي حال من الاحوال اكيد دول هيكونوا مؤثرين. دي هنبتدي ناخد القطرات دي ونشتغل معاهم. هنبتدي نعمل جلسات توعيه مهمه. هنبتدي نشتغل في يوم الجمعه ده عشان خاطر برضو في ثقافه في المدارس انا بحذر منها. انه خلاص اصبح بالعاده ان المعلمين نفسهم عارفين ان الاولاد بيغيبوا يوم الجمعه فابتدوا ينقلوا الحاجات المهمه بره الجمعه. هني غلط يوم في النهايه. هو في النهايه احنا نجلب الادوار الحين بالضبط. فبالتالي هو كمان محتاج ان هو يكون مؤثر وشغال بشغله وشغله ما يعيدوش مرتين. طب ما هو الصفوف غايبه فبالتالي هو بيقول لك طب المناطق دي عشان ما يعيدهاش مرتين خليني انا ارحلها مثلا لما يكون في موجود. لا انا هنا عايز يكون هو في المنطقه بتاعته ملتزم جدا ويبتدي يحط انشطه بقى هنا. طيب دكتور هذا الكلام اللي انت قلته انا منطقيا ممكن اقتنع فيه اذا الواحد وصل مثلا للمرحله الاعداديه او الثانويه هو واعي اللي قاعد يسويه بمصلحته و20% من النشاط وتحسب عليه الى اخره. لكن الاطفال الصغار اللي يتكاسلون يروحون يقول لك نحن الجمعه هذه اجازه جمعه ابتدائي خصوصا هذا ليش نسوي فيهم الاطفال ترهيب وترغيب صح ترهيب وترغيب صح. طيب انا الولد الصغير اكيد الترغيب هيكون مستوى اعلى وجرعته اعلى مش كده طبعا. ان انا ارغبه في وجوده في المدرسه من هنا. اول شيء معظم البيوت شغاله يوم الجمعه في الاسر العامله لانه في النهايه الجمعه يوم عمل ودوام رسمي صحيح. فبالتالي هو تركه مع مين دي نقطه. فهنا الاسره لازم تدفع ناحيه الحضور. المدرسة لازم تعمل أنشطة وحفلات وتعمل فعاليات محفزة للحضور يوم الجمعة هنا، خاصة إنه إحنا لما كنا صغيرين وكل المشاهدين عارفين الحكاية دي. لما بيكون في فعالية أنت ليك دور فيها في المدرسة تقعد تحضر لها قبلها بأسبوع. أنا أول واحدة أكون موجودة الإذاعة المدرسية ماسكة المايك أول واحدة كنت فيها بالضبط. فبالتالي هنا لازم نتعب نفسنا شوية بقى هنا كإدارات مدارس وكمعلمين يعني وكإرشاد ننوع في هذه الأشياء اللي تجذبهم خلال أن يكونوا موجودين يوم الجمعة بالضبط. وبعدين لازم ندرس طلابنا برضو في النهاية إحنا ما نتعاملش معهم على أنهم أرقام طبعاً نتعامل معهم على أنهم ميول واتجاهات وأنشطة وفعاليات ومواهب وأمور كتيرة. الناس نتعامل معهم كده ونبتدي نطعم يوم الجمعة دي بالأنشطة اللي بيحبوها دايماً. فبالتالي هو هيبقى حريص على أنه يحضر يوم الجمعة. ربما لو هيفاضل ما بين غياب يوم ويوم تاني مش هيغيب في اليوم اللي هو عنده فيه نشاط ودور إيجابي في المكان. فدي نقطة مهمة نعملها. غير أنه إحنا لازم نحط يوم الجمعة هنا أنه الجزء اللي هيدرس يوم الجمعة مش هيعوض. بلاش أن أنا أعمل القنوات البديلة. بلاش أعمل القانون وأحط الثغرة بتاعته أو يعني أنت لو غبت هتلاقي بديل صح صح. أو بالضبط أو الإكزت بتاعه في النهاية. فأنا بقول له إذا ما حضرتش الجمعة ما أنت هتعوض بواحد اتنين تلاتة. أنا لو حطيته البلان بي لا غلط طبعا. أنا النهاردة لازم كمان يكون في شيء صارم خلاص يوم الجمعة في كذا بالضبط وصعد الجرعة دي. بمعنى ايه؟ انه مش لازم انا دايما ابقى شاهر العصا شاهر السيف او السيف أو سيف العصا. لا لا انا بعد ما اعمل البرامج اللي هي كلها تجذب الطالب انه يحضر واحط الفعاليات المهمه او بعضها في اليوم ده ابتدي اقفل البديل بتاع تعويض هذه الفعاليات. فبالتالي هو لازم حقيقي هيلتزم عشان خاطر في النهايه هو واعي لمصلحته واذا مش واعي راح واعيه ووراه كمان من يدفعه. الاهل عايزين الولد ابنهم يكون احسن حد في الدنيا. زائد انه احنا في مجلس الاباء ومجلس الامهات اللي في المدارس مهم جدا ان احنا نعمل لهم فعاليات ناحيه الحكايه دي دايما. انه انتوا احنا كلنا بنلف حوالين المحور بتاع العمليه التعليميه اللي هو الطالب. هو ده محورنا اللي احنا عاملين المنظومه كلها عشان نرتقي بيه. طيب تأثير اليوم ده وغيابه وانت محاولة سد الثغرات وراء ابنك عشان خاطر تساعده على فكرة انه يطلع من اليوم ده ما انت بتقعد معاه بتذاكر له بتوديه عند مدرسين بتشتغل معاه بتروح تلاحق اللي فاته في المناطق دي الدرجات والعلامات والأسئلة عشان والامتحانات تسد الجاب ده. لا انت في النهاية ساعدني وحاول ان انا وانت نشتغل على فكرة انه غياب يوم الجمعة هو غياب 20% من الأسبوع. فبالتالي التحصيل بتاعك هيتأثر في المنطقة دي لأنك أنت ما أخدتش الأجزاء اللي يجب تاخدها في خطتك الدراسية العادية. فده على المدى راح يقل فيه مستواك أو أنك هتبذل مجهود مضاعف على حساب
اوقات فراغك عشان تبتدي تعوض. طبعا عشان تقدر تعوض حق ابنك هذه الاوقات والامتحانات واللي طافه. نعم دكتور ذكرت لنا تفاصيل مهمه، ومثل يعني في ختام حديثنا اكيد معك دكتور نقدر نقول ريم ما ادري ان المسؤوليه تقع على الاثنين طبعا اكيد، على المدرسه المعلم والاهل، المدرسه طبعًا. الاداره والاهل ايضا للطلاب، فبالتالي هي سيركل يعني دائره واحده، دائره مرتبطه في بعضها اكيد ما تكمل بدون هذا الشيء اكيد. دكتور كل الشكر الجزيل لك على تواجدك معنا لليوم، وشكرا على هذه المعلومات القيمه، ونتمنى ان احنا رسالتنا وصلت اكيد لمشاهدينا الكرام اكيد. شكرا جزيلا لكم.